10 دقائق على يفهم احلى رجوع العبيلة تجيكم انتوا حتى للتسعة متاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تبع فينا على الباج فيسبوك رجوع يفهم ولا على شان يفهم تي في على اليوتيوب مع اتصال تونس. ما خلينا حد يروح متغشش، الشعار بدينا به شعار ان شاء الله باش نواصلوا به تلتقل موسم اتوال 600 اتوال واحد ديس الكود اللي وصلك لل 600 دينار كاش، وعليش لا 50 مليون ان شاء الله تكون من نصيبك انت اللي تسمع فينا من هدية اتصالات تونس. حلقة الجمعة 11 نوفمبر 2022 عودت العظيمة والأنيقة نجمة الانستغرام في الحقيقة مريم ساقاش. عليك مريم عظيمة يا الغيبة دورتها السند والهند والله خليت بلاصه وباركينج مدام ما عايشك ماشي غيب علينا المستمعين. حتى توحشتكم برشا برشا برشا. عليك ويني مريم ويني مريم، قلت لهم يا خويا شنو باش نعمل لهم جماعه الانستغرام ما فيهمش حل. ها ما فيهمش امين في فورما مدام حاضر المباراه سبع تري بيان مريم فرحان زاد برشا اللي معايا اليوم نجمه الصيادله. ها الحقيقه كي ضربت قريب عاونتني برشا. لا هنا شو الاحوال؟ عسلامة وليد، عسلامة الناس اللي تسمع فينا الكل، عسلامة مريوم مرحبا بيك. عسلامة سافا الحمد لله. ذي في اطار بنديري يا بنديري ولا كيفاه؟ لا 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 تو تحدي، نحب حرب نحب النار تقدح. عندنا متبارين يحبوا يربحوا، كل واحدة تضرب على الدرب ومتاح اكيد. خلينا نمشيو للروندة الأولى مباشرة من تبولبا سي نبيل بلال. شنو عملك نبيل؟ مرحبا بكم. شنو احوالك يا نبيل؟ الحمد لله صحه بخير. صغيرات لاباس هذيك رسمه ان شاء الله. اي به اي سي نبيل حاضر المباراه؟ انا حاضر تريبيا. لعب على 600 دينار وقعد معنا نبيل ما تعلقش تليفون. نمشيو للنصر استاذ جامعي عصام بن سالم. شنو معك سي عصام؟ عظيم مرحبا مرحبا مرحبا. شنو احوالك يا عصام؟ الحمد لله الحمد لله. انتم لاباس؟ صحه بخير سبعة سبعة الحمد لله. اي به عصام صعيب ولا سهل مع الطلبه؟ سهل ولا كيكه بلايس 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 بلايس. انت والله فيه كيف يبدا؟ اي بالضبط تريبيا. به عصام نبيل سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثه اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار. يلعب مع مريم ولا مع هنا؟ نبدأ بك انت يا نبيل 10 ثواني سؤال يقول نبيل سميلي ثلاثة بلايس ندخلهم بتسكرة. سينما مترو وريستوران يونيفرسيتير. هذاك راه واسمع النجم نحسبها صحيحه ولا غلطه راه خاطر نقصك الجوطون. ايوا كيكه هو صخايبني ما نعرفش. يا نبيل نعتبروه اجابه صحيحه. اما خليت استاد انت استاد يا نبيل رغم اللي مغروم بالكوره. اي شويه معاك. نسيت استاد. يلا ما يصيرش نعتبروا ثلاثه اجابات صحيحه في ثمانيه ثواني. برافو نبيل. نمشيو لعصام. هاي عصام عصام حاضر؟ وين حاضر. يا سي عصام 10 ثواني سؤال يقول سمي لي ثلاثة ردود فعل كيف ترى كلب يتبع فيك. تجري تيح وتنبه. تجري تيح تلاقز تيح إجابتها في 7 ثواني. برافو عصام كنت أسرع من نبيل بثانية. عصام لك الكلمة. مريم ولا هنا؟ هاي مريومة. مريم عزيمة عصام عزيمة إن شاء الله مربوحة إن شاء الله. نبيل مع هنا عصام مع مريم دونك ليزيكيب تقسموا البزور والسرعة في البزور. لبناتك التليفونات بعدهم من بحذكم جملة صحيت جملة جملة ما عادش حاب نراهم جملة أصلا تليفونات. حاضرين حاضرين. سؤال يقول شنو هو اسم الشارع اللي فيه مونجالة؟ شارع محمد الخامس. محمد الخامس؟ ليه عاد؟ لا هذا قوي برشا. ليه؟ احنا
حبيب ورقيب، هذا حبيب ورقيب، ساحة 14 جام في الشارع اللي فيه المونجيل. يا هني يا هني يا هني ذي الحقيقة هذيك البيخ بونجيكولير اللي عرفت بالزربة سعيد يعيش كيف فضلك هذيك تليفون هذي ماذا بيهز آية سل... مريم مع عصام 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 جد هنيني بنيني هنيني بنيني لازمني نركز ربي معنا الزهر مريق العصام عنا 30 ثانية سؤال تتشاور فيه انت ومريم تعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت سؤال يقول شنو هو اسم القدس قبل الاقتراحات قسطنطينية أورشليم ولا يثرب أورشليم متأكد عصام متأكد أوكي العب يا عصام متأكد وثقة كبيرة في النفس والله علاش ليه به عصام حسيتك ما خممش ديريك أورشليم عندك الإجابة هكا ولا وي بطبيعة الحال اسم القدس قبل هو أورشليم جواب صحيح عنا نقطة لعصام ومريم مازلنا صفر من النقاط هنا ونبيل نمشيو للسؤال الموالي سؤال البزار السؤال يقول مريم وين ماشية ليلى وقت كلاها الذئب دار مميتها دار مميتها جدتها دار مميتها صحيح برافو برافو يا مريم عصام ماشي الأمور يا عصام الزهر معنا عصام عنا 30 ثانية عصام نقطة ثانية تستنى فيك ركز تشاور انتي ومريم سويلي قول شنو يتسمى النصب التذكاري متاع الحبيب بورقيبة في وسط البلاد الاقتراحات يوم النصر يوم الزعيم ولا يوم الاستقلال عندك فكرة النصب التذكاري متاع الحبيب بورقيبة يدول يوم الزعيم يظهر لي خاطر هو الزعيم حبيب بورقيبة يوم الاستقلال لي يا يوم الزعيم يا يوم النصر يلا يوم الزعيم عصام هي شاكت بين يوم الزعيم ويوم النصر لوجيكمون الزعيم جوابك نهائي يوم الزعيم ها عصام ما نعرفش تجي يوم الزعيم ولا يعني يلا اعطيني الإجابة ما عادش فما توقيت أنا أقول يوم النصر يوم النصر جاوبني هي سيد المخرج جاوبني هي يوم النصر بدلت رايك وسمعت كلام مريم رغم اللي مريم زاد اثرت عليها انت عاودي تراجعت اليوم الزعيم رغم اللي هي شكت في يوم النصر عصام علاش بدلت رايك يا عصام خاطر ما نصورش شي يوم الزعيم بتاع ما عنديش معنى ما عنديش معنى فهمت يا يوم النصر يا الاستقلال اما الاستقلال ما يعني تبقى ماهيش ماهوش غادي النصب التذكاري شنو يتسمى نتاع الحبيب بورقيبه في وسط البلاد بين يوم النصر يوم الزعيم ويوم الاستقلال شكيتوا في يوم الزعيم ويوم النصر وقعدتوا تتارجحوا بين الزوز اجابات واستقريت عصام على يوم النصر ولك النصر يا صديقي جواب صحيح نقطة ثانية مستحقة عن جدار انت منعت شوية الدنيا هو تبع معاك دونك حلو الان دو حلوة اللي عملوها الان دو حلو به عنا نقطتين المريم وعصام هنا سافا بارسا ما نبيل ياسر المليح يبدا ان شاء الله فهم مليح ان شاء الله خاطر نبيل كي خايف عليه لا يتملح يا سيدي البزور مره اخرى هنا مريم سؤال يقول شنو نطيبوا اول ما تتولد المراه الزرير هو الزريره ما شدك فارجة عليك حسيتها فما فار ولا فيها فار فماش فار اما ما غزرتش الليكران ما غزرتش مسكر بطبيعته سلكت هاي
يلا ما فهمش ما فهمش بار ما فهمش بار سلكتها الباقي الزهر ماشي لحد الان صفا كنت فقد نبيل انا نبيل انا معكم يا خويا ان شاء الله ديما معانا اليوم اليوم مريم في فورما ها معناها صدقني جيت سرعه قصوى على البزر ولكن انا صديقي كان ربحه ما نخليكش تروح متغشش يا نبيل اقعد معانا عصام مريم عندكم 30 ثانية سؤال على 600 دينار ركز يا عصام سؤال يقول وين موجودة أكبر غابة زيتون في العالم الاقتراحات إشبيليا جنوة ولا صفاقس أكبر غابة زيتون في العالم ما بين إسبانيا وإيطاليا إسبانيا مريم الميكرو عايشك إسبانيا إشبيليا ولا جنوة ما نعرف ما نتصور في صفاقس يعني إشبيليا أنا شبيك تحقر في صفاقس يا عصام ما نتصور في صفاقس يلا أعطيوني الإجابة أنت هالتوقيت هاي عصام إشبيليا إشبيليا جواب نهائي سيد المخرج إشبيليا جواب نهائي دونك الزهر معك مش نعرضك يا عصام مريم اليوم ترمي في حكم معناها ترمي ديزانديس كي وتسكت ما تعطيش في الإجابات معناها 100% ولكن تعطيك في حاجات يا عصام يعاونوك هكا عندها سيزيام سانس ولا معناها قتلك قتلك شبيها صفاقس معناها نورمال ما وقتها نقلب في بلاستيك للأسف ماهيش إشبيليا هي صفاقس أكبر غابة زيتون في العالم مش رانا عم نتسمي معناها تونس راهي الدولة مرتبتها مرة أولى مرة ثانية معناها نخلطوا في تصدير الزيت زيتونة بيان سور احنا بلد مصدر للزيت زيتونة أنا عليه خممت خاطر إسبانيا يسمو الزيتون يعني الشجرة الصغيرة دونك زيتونة وحده يا عصام زيتونة لا متفاهمين احنا زيتونة وحده اما هما عندهم الشجرة ما تكبرش كيما احنا قلت لعل وعسى زرعوا برشا برشا اي يلا ضيعنا فرصة ال 600 دينار ورجعت فرصة أخرى لنبيل دونك نمشيو للكيستيون مرة أخرى سؤال الأولوية لبنات ديك مع البزر سؤال يقول أخت خالك ومش خالتك شكون تكون؟ أخت مرت خالتي أنت خالتي هي أمك ربي فضلها أخت خالك وماش ومش خالتك دونك ما تنجمش تكون كان الوالدة مرحبا أي رجعت لك كل رجع لك السؤال نتاع المتسلفة مردودة مرحبا أي سي نبيل يا خويا هاي والأمور الأمور رجعت جيتنا على طبق مذهب نبيل 30 ثانية نبيل مطالب أنك تذلل الفارق يا نبيل سؤال يقول شكون الحيوان اللي يحبل بالصغار وبظهره يحبل بظهره اقتراحات العقرب الصقر ولا الفهد الحقيقة ما عنديش الإجابة سي نبيل عندكش الإجابة العقرب عندكش فكرة العقرب أنا الحقيقة ما عنديش إجابة باش نجاوب بالزهر شنو تحب ناخذ إجابة الفهد لا شنو الآخر الصقر وفما العقرب فما فين العقرب الزهرة سي نبيل جاوب نهائي العقرب العقرب انت فارماسيان ما تعرفش الحقيقه ما نعرفش فارماسيان ما قريتش في الإيقاظ العلمي نعرف العنكبوت اليوم الحيوان اللي يحبل بالصغار وبظهره ماهوش الصقر وماهوش الفهد هو العقرب جواب صحيح برافو نقطة تسجيل الفارق نقطة تسجيل الفارق برافو برافو هنا مش ليك انت نبيل نبيل هاي سيدي البزار مرة أخرى سؤال الأولوية سؤال يقول نهاد حداد هو الاسم الحقيقي متاع شادي ولا فيروز ميكرو مدام شادي ولا فيروز 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 جواب صحيح برافو مريم هاي يا عصام بلي ما اسمش فيروز على خاطر بالحق
عصام عندنا 30 ثانية أخرى، فرصة أخرى يفصلك على 600 دينار يا عصام. ركز، السؤال يقول: أنا هو أكثر فريق فاز بدوري أبطال إفريقيا؟ الاقتراحات: الترجي الرياضي التونسي، نادي الوداد الرياضي، ولا نادي الأهلي المصري؟ نادي الأهلي المصري. متأكد عصام؟ متأكد 100%. النادي الأهلي المصري، رغم أني أنا ما عندي حتى فكرة. أنت متابعة كرة؟ جملة حتى طرف. عصام جاوبني هي. جاوبني هي. أكثر فريق فاز بدوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي، نادي الوداد الرياضي، ولا نادي الأهلي المصري؟ النادي هذا فاز ب 42 بطولة وهو نادي الأهلي المصري. جواب صحيح. مبروك عليك 600 دينار كاش من أداة صالة تونس. مبروك عليك يا عصام. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو، ميرسي مريم. عايز حتى مزيه. على شكون تحب تسلم عصام؟ اي انا نحب نسلم على امي وعلى اخواتي وعلى مرتي وولادي وعلى لي ستوديون تاعي الكل. وميرسي بوكو يا فام، وميرسي بوكو، يعيشكم ربي يخليك. عاشك يا عصام، سلم عليك برشا ومبروك عليك 600 دينار كاش. نبيل معكم. قانون اللعبة أخويا لا غالب، ولكن ما تروحش متغشش. مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. مبروك عليك نبيل. وخلي لك كلمة الختام يا نبيل على شكون تحب تسلم. نسلم على أمي مدام الصغار، نسلم على ياسمين، عليك شغلي معك ربي فضلك يا نبيل، ونسلم عليك برشا ونسلم على العائلة الكريمة الكل. ميرسي بوكو، مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار. اتوال 600 اتوال واحد دياس، الكودي اللي يوصلك لثلاثة ملايين على الديجيتال. كودي يوصلك لثلاثة ملايين على الديجيتال وخمسين مليون في القرعة الكبرى. ترتيحة صغيرة مع البيب. رجع هي فاهم أحلى رجوع. مازلنا مواصلين معكم في النص ساعة الأخيرة من لعب يلا. مازلنا مواصلين حتى للتسعة التعليل بالربح والفرق. روندا أولى كانت ممتازة. مريم ساقة اكتساح الحقيقة في الروندا الأولى. نمشي للروندا الثانية، خلينا نشوف بالك فما استفاقة من عندك. إن شاء الله. إن شاء الله. روندا الثانية تنطلق من المهدية أبو مرداس سي فتحي بن أحمد. شعوالك سي فتحي؟ وحالك سي وليد؟ صحة بخير الحمد لله. سي وليد الحمد لله، شنية أمور المهدية وشنية الدنيا غادي؟ الحمد لله والله عندي برشا. سي وليد مشيتش المهدية يعني نخدم أنا بيدي عندي مديدة عليك المهدية خويا، توحشناها الساحل بصفة عامة. مرحبا بك يا مضيفوك سي وليد، مضيفوك ربي فضلك سي فتحي. شنو أحوال الصغيرة؟ طيب الحمد لله يا رب. حاضر مباراة؟ حاضر في وليد. يا سي فتحي اقعد معايا متعلقش تليفون. نمشيو للمنار. مدام هندا عزوزي، شعبك مدام هندا؟ رحبي. اشو احوالك يا هندا؟ لاباس والله الحمد لله. تليفوني عطلت خاطر ميزة شوية. لطف عليك كاين ميسيلش فما قريب قاعد يدور. اسمع بزي التزانة. بزيت تيزانة و ميسيرش. لطف عليك وإن شاء الله لاباس. يلا مدام هندا وسي فتحي، سؤال سؤال، 10 ثواني 10 ثواني. اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار كالعادة يلعب مع هنا وإلا مع مريم. قوانين اللعبة ما بدلناهمش بور لانستون، فما تبديلات جاية راهو. يلا نبدأ بك أنت يا هندا، 10 ثواني. السؤال يقول: سمي لي ثلاثة أعياد وطنية تونسية. عيد الجلاء، عيد الثورة، وعيد الاستقلال. ثلاثة إجابات صحيحة، برافو. في أربعة ثواني، أربعة ثواني، برافو يا هند، يعطيك الصح. فتحي توح وليد يا أخويا، المأمورية صعبة شوية ولكن ماشي مستحيل.
ها؟ سعيد. سعيد، دونك تركيز تام، عندك 10 ثواني لكن مطالب انك تجاوب في اقل من 4 ثواني. يلزمني 3. ذراعك علاف يا فتوح. ذراعك علاف. يلا سيدي، السؤال يقول: سمي ثلاثة حاجات تعطل في الكياس. تلامذة الحيوانات، الحيوانات تلامذة. شوف هما ثلاثة إجابات صحيحة في 10 ثواني. أما أنا في بلاصتك تعرفش نجاوب ستوب روج و رون بوان ولا الكل ما يعطل. لا هذوما يعطلوا في ولي تلامذة تعطلوا. إي هما يعطلوا. لا لا أما سهلك معناها، سهلك سهلك معناها. يلا مثال شما ثلاثة إجابات ممتازين. ها لو توي كول قال ثلاثة إجابات. لا ما تغش علينا حد لاباس. ثلاثة إجابات صحيحة في 10 ثواني ولكن هندا كانت أسرع من فتحي. دونك هندا لك الكلمة مريم وإلا هنا. يلا هنا مرحبا وإن شاء الله لاباس مدام هنا. فارماسيان تو تجيب لك بعض الدواء. طيبيك. دونك هندا مع هنا او كازوز بالهاء وسي فتحي مع مريم. ننطلقوا في الروندة الثانية بسؤال البزر، سؤال الأولوية. البنات حاضرين، سؤال يقول: من بين زينوبيا وفينوس ونيفرتيتي شكون فيهم مش ملكة؟ زينوبيا. زينوبيا طوى الاخر ظاهر هكا فينوس عايت يا بابا يعني هكا فينوس. للاسف فينوس هو الاله بالنسبه ليهم معناها مش بالنسبه لينا احنا. دونك حاضره غلطه مريم كالعاده. نفس البدايه نتاع الرونده الاولى. نحي التليفون لمريم، نعمل في سيلفي من بعد. عم سيلفي نحي يهز وغاديك التليفون بعيد. ممنوع التليفونات، نحاو التليفونات. جملة مريم معك. سي فتحي قبيلة عيسى. سي فتحي صحيح. ويا مريم سي فتحي. سي فتحي نبدي. سي ولي 30 ثانية يا فتحي ركز. تشاور انت ومريم واعطيني الإجابة قبل ما يفوت توقيت سوالي. قول لها أنا هو الحيوان اللي يتنفس من لسانه. الاقتراحات: الضفدع، الحرباء ولا الحنش. عيد شوية السؤال. حرباء. 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 الحرباء الحرباء. الحنش لا. زعما مش الضفدع؟ لا. متصورش. متصورش. العب يلا والحرباء. انتهى التوقيت. جواب نهائي الحرباء. سي فتحي الحرباء. شو دولي عنده خشم صغير ولا ايه؟ مش لا هي دولي عنده خشم. لحناش لا. لا متأكد. لا متأكد. لا متأكد. لا يا فتوح يهديك. يطلع شي هو زين. يا فتوح يهديك. الفوسكة اللي بحذيك، الفوسكة اللي بحذيك كان ذي هكا. فما حد شكون بحذيك؟ حذايا اسيسمون تعرف. عرفتك به عرفتك. قولها معناها تعطيك اليوم نهاير كونجي ويعطيها ساحة تشد بيروها بارك الله فيها خاطر هو الحنش. هو الحنش يفتوح. سلم عليها برشا. عرفتك معناها يعطيها ساحة بارك الله. يتنفس بلسانو. يتنفس بلسانو. خلينا نسلموا على عرفه. خلينا نسلموا على عرفه فتحي. شو اسمه عرفتك يا فتحي؟ مرحبا. شو اسمه مدام مروه؟ الواعر. الواعر. دكتور مروه الواعر. دكتور دكتوره مروه الواعر. نسلموا عليك برشا دكتوره. نقولوا لك يعطيك الصحه على المشاركه ولكن خلي يركز الرجل. يلا سيدي مازالت المباراه ضيعنا نقطه مفتوح. نمشيو للسؤال الاولويه مره اخرى. السؤال يقول: في غنايه عرضوني زوز سبايا عرضتها البنيه الاولى شمعه والثانيه شنيه؟ قمره ضوايا حاجه قمره وضوايا. راه غنيها
عرضوني زوز صبية، واحدة في نار والأخرى شمعة ضوية. دونك واحدة شنية؟ واحدة في نار. هاش ندخلها في قمرة وضوية. خلى واحدة في نار. مشيت للقمرة. سامحني وليد ما فهمتش شبيني اليوم. ما نعرفش شبيني اليوم. لطف عليك. يلا لا مريم هناني بناني مرخ يفتوح اليوم الزهر ماشي معايا. انت دبرت نهار كونجي صحيح، دبرت غدوة صحيح، اما لازم تربح ظهري ولا نخسر تصيري نرجع غدوة باش تسألني لي الكونجي يا رسول الله. المهم في بيرو هاي توا في بيرو هاي توا يلا فتوح مريم 30 ثانية سؤال يقول شكون اخترع أول آلة حاسبة؟ الاقتراحات ديكارت، توماس أديسون ولا باسكال؟ مش عليني راهو باسكال. قولي باسكال خاطر باسكال متاع المات. ديكارت ما نعرفش تيوريم دو ديكارت، حتى ديكارت زاد في المات. يا ديكارت يا باسكال خاطر هذوما زوز دي تيوريم في المات عنده. شكون زعما؟ أي أنت التوقيت 5-4-3-2 أعطيني الإجابة فتح. ما نعرفوش باسكال. 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 وأنت يا مش نو. لا أنت التوقيت تو. صحيح. أنت تو شاورت عرفتك عاودة تخرجت من البيرو. فهمت. إن شاء الله تطلع عاونتنا المرة هذي. ساعة معناها فما فما شخص قال انا افكر اذا انا موجود ديكارت سي تان فيلوسوف دونك فيلسوف معناها خاطي جمله خاطي كالكولاتريس خاطي وعمك باسكال بين بيتاغور وباسكال دونك دوك مش معناتها المات اي مات معناتها الكالكولاتريس اه وعمك توماس أديسون شو عمل توماس أديسون؟ عمل كالكولاتريس؟ لا ما عملش كالكولاتريس أديسون. يا فتحي نعم يا وليد معناها أنت اخترت باسكال قلت على التيوريم أقرب واحد أقرب واحد للمات الرياضيات دونك ما ينجم يكون كان باسكال. أوه هكا معناها نورمالمون مول إجابة صحيحة. برافو فتوح. برافو فتوح يعطيك الصحة. تدرس يا وليد تدرس خاطر بات على عرفتي. خاطر بات على عرفتك ها أعطتك نهار كونجي. طيب سلكها أما يلزمني نربح. به أي يا سيدي عندنا دونك نقطة هكا ولا نقطة ال مريم ما زلنا صفر من النقاط الهناء والهند. سؤال البزر مرة أخرى سؤال يقول سيدي بوسعيد أصله من بيجا ولا الكيف؟ بيجا. من بيجا جواب صحيح برافو مريم أحسنتي يا مريم. به سي فتحي امتي ودي قال الزر ماشي مريقل يا ودي مريقل اليوم اللي حواليه غدوة كونجي غدوة كونجي ها بحول الله يا فتوح عندك 30 ثانية نقطة ثانية تستنى فيك سؤال يقول في تونس المدينة شنو اسم الحمام اللي تقول الأسطورة انه يبلع الصبايا اقتراحات صبايا حمام اللي تقول الأسطورة انه يبلع الصبايا حمام الذهب حمام البخت ولا حمام الجن يظني الثالث فكرة مريم ليه ما نصورش الثالث خاطر ياسر قريبة ما انت الحكاية نصور يا الذهب يا البخت الذهب يظهر البخت جاوبني ايه فتحي فتحي البخت حمام البخت بالزهر عملت حطينا نقول بالزهر البخت اما يلا انتهى التوقيت انتهى التوقيت
جاوبني فتحي. توفيق. حمام البخت. في تونس المدينة شنو اسم الحمام اللي تقول الأسطورة انه يبلع السبايا؟ بين حمام الذهب وحمام البخت وحمام الجن، اخترتوا حمام البخت وللأسف اللي جابه غالطة وحمام الذهب. وانا حطينا حسيت الذهب بس نسمع بيه هذا. تقول الأسطورة انه يبلع الصبايا. الصبايا يبه ميسيج. ما زالت المباراة عن نقطة المري، ما زلنا صفر من النقاط الا هنا وهندا. نمشيو للكيستيون بوزور مرة اخرى، سؤال الأولوية، سؤال يقول شنو هو اسم القمة متاع الجامعة؟ منصة. منصة؟ لا هذيك في المنزة في ستاد. منصة ولا في المسرح؟ السمعة. السمعة يا مريم. هنا احتفظ لي لك الكلمة انت وهندا. هاي هندا. باي هندا. حاضرة هندا؟ اي حاضرة. 30 ثانية باش تعدل النتيجة يا هندا. سؤال يقول شنو هو معناتها السندريلا؟ اقتراحات: الحذاء الزجاجي الصغير، ولا أميرة منتصف الليل، ولا اليتيمة الخادمة؟ هندا شنو هي معناتها السندريلا؟ مش أميرة منتصف الليل. خلينا نقول أميرة منتصف الليل. في بالي هكا لما مش متأكدة فوق الخصام هذا شنو نعرف. العب يلا ناخذ الإجابة الثانية. الإجابة الثانية اللي هي أميرة منتصف الليل. أميرة منتصف الليل شنو معناتها سندريلا؟ جواب نهائي. أنت قاعدة تجاوب بالزهر. أي بالزهر. بالزهر. يلا عندك الإجابة هندا. نعود لك الاقتراحات: الحذاء الزجاجي الصغير، ولا أميرة منتصف الليل، ولا اليتيمة الخادمة؟ أميرة منتصف الليل. جواب نهائي. شنو معناتها سندريلا؟ ها سندريان. ماهيش أميرة منتصف الليل، هو الحذاء الزجاجي الصغير. إجابة غلطة يا هاني. أعطيوني سكور بربي مرة أخرى. سكور دونك عنا نقطة نقطة لمريم وفتحي. ما زلنا صفر من النقاط. الهندا وهنا البنات يديكم على البزور مرة أخرى. سؤال يقول النجمة في شعار نجم الساحلي بيضة ولا حمراء؟ حمراء. حمراء إجابة غلط. بيضة بيسر. يلا لهنا فرصة أخرى. سؤال الثلاثين ثانية، سؤال النقطة، سؤال يقول يلا هندا. البودرية تابعة ولاية منوبة، علاش اسمك؟ البودرية تابعة ولاية منوبة، علاش اسمها هك؟ الاقتراحات: خاطر كانوا يخدموا فيها البودر متاع الرصاص، ولا خاطر شيخ البلاصة اسمه بدر، ولا على خاطرها حي تجاري؟ نتصور الإجابة الثالثة مدام هندا. الحقيقة ما عنديش ريبونس. ناخذوا الإجابة الثالثة. يلا هندا ما عندهاش إجابة هنا، أعطيني جوابك النهائي. خاطر كانوا يخدموا فيها البودرة متاع الرصاص، ولا خاطر شيخ البلاصة اسمه بدر، ولا خاطرها حي تجاري؟ يلا هندا. كردولة أقرب نعرفش. يلا ما عادش عندي توقيت، أعطيني الإجابة الأولى. شنو متشاور مع هنيرة؟ لا انتهى التوقيت، انتهى التوقيت. أمان عايشك هندا. معناها خذ الإجابة الأولى وكهو. الإجابة الأولى خاطر كانوا يخدموا فيها البودرة متاع الرصاص. البودرية تابعة ولاية منوبة، اسمها هكا على خاطر فعلا كانوا يخدموا فيها البودرة متاع الرصاص. جاوبك أنت الصحيح يا هندا. به كيستيون هذا هو باش يفصل المباراة. دونك كيستيون باراج، إذا واحدة من البنات خذت الأولوية، المتباري اللي معها يجاوب صحيح مبروك عليه 600 دينار، يجاوب غالط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز. البنات يديكم على البزر. سؤال يقول
تسعة غير بوع متاع الليل كيفاش بالأرقام؟ 0-8 و45 0-9-45. كان قلت 0-8-45 كنت لازم تقول حاجة أخرى معاها. شنية؟ يا أم يا بي أم بي أم إجابة غلطة. إجابة غلطة هو نورمال ما تقول 20-45 وإلا 0-8-45 مطالب انك تقول بي ام. لي عدا بينا متاع ليل بي ام ولا ايم؟ عدا بالعربي ما فهميش اي ام و بي ام الحقيقة. لي اما بالعربي ما فهميش بي ام و اي ام. لا بالارقام 8 و 5 بالعربي لازم تقول 20-45. اجابة غلطة مريم. دونك هنا هندا بالانجلش انا قلت صحيح. هنا هندا 30 ثانية جاوب صحيح مبروك عليك. جاوب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز. سؤال يقول حسب المثل العربي انا هو الشهر اللي يقولوا مع يقولوا معليه رباط. معليه رباط اقتراحات تشرين شباط ولا ايار؟ سؤال صعيب بصراحة. مدام هندا متأكدة من الإجابة؟ مانيش متأكدة من الوزن. عليه رباط شباط الحقيقة هذا هو عليه على وزن بعضهم. على وزن بعضهم هذاك هو معليه. أنا ما نعرف حتى فكرة شفت حكاية وزن وكهو. ناخذ الإجابة الثانية. العب يلا يلا هندا أعطيني الجواب النهائي. شباط. شباط المثل العربي أنا هو الشهر اللي يقولوا ما عليه رباط بين تشرين شباط وآيار. اخترتوا شباط والإجابة صحيحة. برافو مبروك عليك هندا 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك يا هندا نسلموا عليك برشا. خلي لك مود لفا هندا على شكون تحب تسلم. نشكركم برشا برشا على المشاركة معايا ونشكر علي اللي عاونتني يعطيكم الصحة. واحنا نسلموا عليك برشا هنا وان شاء الله لاباس يا هندا. فتوح فتحي فتحي يا خويا قانون اللعبة ها الله غالب هذاك الشهر. وانت زادة انت زادة مبروك عليك بونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك يا فتحي ونخلي لك مود دفاع على شكون تحب تسلم. فتوح هاي نحب نسلم على مريم وخاصة عرفتي مروه الواعر اللي خسرتني. سلموا عليها برشا الدكتورة وسلموا عليك برشا يا فتوح ومبروك عليك ال 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مريم ساقة ميرسي بوكو نورتني اليوم. ميرسي بوكو هنا نورتني اليوم. اليوم اكسبشنال مو امينو في الاخراج تحية ليه ياسمين زارة في الاعداد ويام ويهاب تحية كبيرة لكم ايمان فريق اف ام تي في وديجيتال. نسلم عليكم برشا نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. رخصة من اسكل. باي باي.